إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. جالنا سؤال بيسأل: هل يتأثر الكبد بتناول المسكنات؟ الإجابة نعم، المسكنات ممكن تتسبب في التهاب حاد في الكبد بدرجات متفاوتة، من الطفيف والبسيط للالتهاب الشديد جدا. تأثير المسكنات على الكبد ممكن جدا ما تظهرلوش أي أعراض يشعر بيها المريض، ما تظهرش إلا بالصدفة لما الشخص يعمل تحليل إنزيمات كبد ويلاقي عنده بالصدفة إنزيمات الكبد عالية. علشان كده بنأكد إنه ممنوع استخدام مسكنات الألم من غير وصفة طبية ومن غير داعي حقيقي، وتزداد الأمور أهمية لو الشخص أصلا بيعاني من أي مشكلة أو أي خلل ولو بسيط في الكبد، لأن في الظروف دي ممكن الكبد يتأثر بالمسكنات بنسبة أكبر ويمثل خطورة أكبر عليه. علشان كده من النصايح الهامة لكل أم عندها أطفال صغيرين، ابعدي الأدوية والمسكنات عن متناول الأطفال، وكمان نهتم بكبار السن اللي بيتعالجوا بمسكنات للألم لسبب أو لآخر، وممكن تكون عندهم الذاكرة متأثرة شوية وينسى وياخد جرعات الدواء جرعات المسكن كذا مرة في اليوم الواحد من غير ما ياخد باله. نخلي بالنا من كبار السن في موضوع المسكنات لأنه موضوع هام جدا. فاصل وهنسمع معلومة كمان. مرض تضخم الأطراف. مرض بينتج عن اضطراب في أحد الهرمونات الموجودة في الجسم اسمه هرمون النمو. لما يحدث فيه اضطراب وبقى يفرز بكمية كبيرة جدا، بيزيد حجم العظام عن الحجم الطبيعي، وبيحصل ضخامة في حجم الإيدين والقدمين، وتضخم في ملامح الوجه، وتغير في الصوت بسبب تضخم الأحبال الصوتية والجيوب الأنفية، فبيبدو الشخص قدام عينيك بحجم كبير وعملاق وبصوت أجش. المرض ده بيحصل مع مشاكل الغدة النخامية اللي بتفرز هذا الهرمون، تضخم مثلا في الغدة ديت أو أورام في هذه الغدة النخامية. مشكلة المرض ده إنه بيعمل أيضا تضخم في أعضاء أخرى زي القلب مثلا، وبيتسبب في ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في السكر وارتفاع في الدهون، تضخم في الغدة الدرقية، التهاب في المفاصل، زوائد بالقولون. لكن العلاج المبكر لهذا المرض في مراحله الأولية بيساعد كتير جدا على الوقاية من هذه المضاعفات والتقليل منها. دمتم في صحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.